بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الاربعاء محافظة النجف الاشرف قطوعات وضراب عن الدوام وباع الابطال الثورة وباسم شهداء الثورة ثورة اكتوبر باقين ومنتصرين وميزنا اي واحد، والله يرحم شهدائنا اللي وقعت امس بالبصرة وبغداد وبالمحافظات، وان شاء الله منتصرين حيل تنفيذ المطالب واخراج الميليشيات الوقحة والفاشلة والفاسدة، ميليشيات ايران وامريكا واسرائيل الكل. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية. طبعا لدينا الآن إضافة جديدة في خدمات الاتصال، هناك رقمان عراقيان موجودان أسفل الشاشة يظهران أمام حضراتكم، أيضا بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلالهما، وسيكون هناك طبعا سرعة وسهولة في التواصل معنا عن طريق هذين الرقمين، بالإضافة إلى بقية الأرقام الأخرى بإمكانكم أن تتنقلوا بينها إن لم تستطيعوا التواصل معنا من خلال أحدها. طبعا انتهت المهلة التي أعطاها العراقيون، مهلة الوطن التي أعطيت للعملية السياسية في العراق، انتهت يوم الاثنين الماضي، وبدأ التصعيد السلمي الشعبي من المتظاهرين في قطع الطرق وإيقاف الحركة في الشوارع الرئيسة في كل المحافظات العراقية التي تشهد تظاهرات. دخل على خط التظاهرات الآن محافظة ديالى، دخول قوي جدا من محافظة ديالى على خط التظاهرات وتفاعل قوي جدا، طبعا في ظل التفاعل القوي نرى قمعا قويا كذلك. عمليات اعتقال وعمليات يعني استهداف للمتظاهرين، وسقط شهداء وجرحى في محافظة ديالى خلال الأيام الأولى من مشاركتهم في التظاهرات، طبعا بعد انتهاء المهلة بشكل تفاعلي كبير. نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح قرب طريق محمد القاسم وسط بغداد من جراء هجوم شنته القوات الحكومية والميليشيات عليهم، وطبعا كانت القوات الحكومية والميليشيات استهدفت المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع الممنوعة دوليا قرب طريق محمد القاسم السريع وساحتي قرطبة والطيران في العاصمة بغداد، فلنشاهد. طبعا في ظل هذا القمع الذي نراه ونشاهده الآن مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، يصر المتظاهرون في العراق على المضي قدما حتى تحقيق المطالب، وأولها إسقاط النظام وإنهاء هذه العملية السياسية الفاسدة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي عام 2003 ودعمها الاحتلال الإيراني طيلة 17 عاما التي مضت. طبعا نتابع مع حضراتكم هذا المقطع لحديث المتظاهرين عن إصرارهم ورغبتهم بالبقاء حتى تحقيق المطالب. القوات الأمنية ايش عليكم انتم؟ انت جاي تحمونه، انت جاي تقمعني هنا شنو؟ نطش وحده على شنو احنا؟ على مدخلكم شنو؟ مو على احنا عندنا مطالب. انتم استخفيتوا بينا، نقول الريد رئيس وزراء مستقل، مدى تسمعون مدى تفتهمون؟ كافي عاد. يعني العالم ملت، إلى متى؟ عفنا شغلنا. عفنا عوائلنا. كافي، حسوا على نفسكم. شاب وجامعة الفين ما عندي، يعني أنا من جاي أطلع مظاهرات مثلا، يعني شقيت هنا أبو تاجر وأطلع الجوع الجور الإيجار، جاي نطلع ونموت بسبين حصل على وطن، ومثلا حصلت على وطن، الوطن شو محصل من يمه؟ أنا تأذيت، مو بس أنا، هاي الشباب العالم كله تأذت، يعني إلى وين أنا أبقى أعيش وأضوع العالم وأتمنى أصير نفس الدول؟ ليش؟ أنا إنسان عراقي المفروض أعيش أحسن عيشة، ليش يعني هيك؟ إلى يعني وين بعد توصل بينا؟ يعني الاحزاب ضدنا، الحكومه ضدنا، الخطف، الجور، الجوع، البر، تاذينا اكثر من اللازم، حسب الله ونعم الوكيل. يطمعون بينا، واليوم استشهدوا عندنا اثنين، ضربوهم بايد دقانيات ورمي حي، والاتحاديه همين لهم مقطع فيديو نشر على الفيسبوك يرمي قصيش على العالم، كل ما يزيدون هم بالضرب واحنا نزيد.
بقطع الطرق وكل شيء. احنا نريد نوقف هاي الدوله، الدوله فاشله، دوله كل شيء ما محصلين منها. مستمرين بالتصعيد، مستمرين احنا لحد ما نموت. انا الشهيد القادم. طبعا كلام المتحدثين الشباب كله كلام رائع طبعا، وكلام يحمل معاني كثيره، لكن لفت انتباهي الشاب الثاني الذي تحدث ويقول بانه الى متى نبقى ننظر الى الدول المحيطه بنا ونتحسر على ما يمتلكون ونحن نعيش في العراق. هذه حقيقه من مساوئ ما جاءت به هذه العمليه السياسيه الفاسده وما جاء به الاحتلال بهذه الشخصيات التي حكمت. سرقوا ثروات العراق ودمروا هذه الخيرات ودمروا البلد بشكل عام، وحرموا شبابه ورجاله من خيرات وثروات العراق. طبعا ليس فقط الشباب والرجال، كل العراقيين حقيقة يتحدث ويملأه الألم مما يشاهده من قمع وقتل واستهداف من الجميع. يقول الحكومة تحاربنا، الجيش يحاربنا، الأحزاب تحاربنا، وهناك الميليشيات طبعا وغيرها وغيرها الكثير من الأجهزة والجهات التي تحارب الشعب العراقي لأنه يطالب بوطن بطريقة سلمية بعيدا عن العنف الذي تعودت عليه هذه السلطة وتربت عليه هذه الميليشيات ودربت عليه هذه الأحزاب. نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن أيضا مقطع آخر مصور تداوله ناشطون لأحد عناصر القوات الحكومية وهو يطلق النار مباشرة على المتظاهرين على طريق محمد القاسم، ومن ثم يقوم بالرقص فرحا لما قام به، فنشاهد. هذه هي القوات الحكومية التي أنشأها الاحتلال والتي ربتها هذه الأحزاب. طبعا يعني العراقيون من حقهم أن يحصلوا على جيش وطني وقوات حكومية وطنية وقوات حكومية وطنية تدعم هذا البلد وتحافظ على سيادته واستقراره وحياة أبنائه. لكن أن نشاهد هذه القوات وهي تستخف بدماء العراقيين وترقص استفزازا للشباب المتظاهر وهي تقتل أمام أعين الجميع غير مكترثة بحسابنا أو عقاب، لأنه لا يوجد قانون في العراق. هذا ليس الجيش وهذه ليست القوات الحكومية التي يريدها العراقيون، هذه مجموعة من ميليشيات ومجموعة من المنتفعين الذين يسيرون أو يسيرون وفق أجندات وتوجيهات خارجية ومن أحزاب طائفية وبأفكار همجية دموية. هؤلاء هم الذين يقال عنهم حماة الوطن للأسف الشديد من البعض، لكن هذه هي الحقيقة. عثمان الغانمي الحقيقة رئيس أركان الجيش الموجود حاليا في العراق عندما يقول بأن هذا الجيش لحماية السلطة، هذا اعتراف واضح وصريح عن طبيعة وحقيقة الجهات الحكومية التي تحكم في العراق، وكذلك القوات الحكومية وهي تحمي من وخصصت أو وجدت لمن. من معنا الآن؟ السيد عثمان من أمريكا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحفظك بارك فيك. حقيقة أحب أنوه على فد نقطة مهمة جدا. نعم. إحنا يعني كمتابعين كمتظاهرين وهي رسالة قبل ما هي تكون للجميع. إحنا أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير جدا. نعم. وهذا يعني بالدرجة الأولى. من بعد ذلك من يشوف رب العالمين إنه إحنا مؤمنين به وبقدره. نعم. راح يهيئ الله سبحانه وتعالى الأسباب لنصرة المتظاهرين. سواء يسلط عليهم قوة ما يقدرون يعني يتحاربون معاها أقوى منهم. يسلط عليهم رجل يعني يخرج من صلبهم ما نعرف. فإذا الدرجة الأولى والأساس هي توحيد الله سبحانه وتعالى، الإيمان. نعم. بالله سبحانه وتعالى بأن النصر قادم، وحشى لله أن يرضى بهذا الظلم وبهذا القتل وبهذا النوع يعني من يعني الاستهتار. حقيقة الله سبحانه وتعالى ينظر يعني بعينه الرحيمة بعينه الكريمة
وإن شاء الله إن شاء الله سوف نشهد النصر عاجلا أم آجلا، ولن يبقى لهؤلاء المجرمون سوى أيام قليلة. وإن شاء الله تتذكر كلام الأستاذ محمد. نعم عثمان، على حيسلط عليهم بالله يرحمهم. نعم طبعا. عثمان، شاهدنا قبل قليل أحد الشباب العراقي وهو يتحدث بحقيقة بألم عن ما يشاهده وما يتعرض له هو وبقية المتظاهرين من قمع وقتل واستهداف من الجميع. يقول جميع من في السلطة من أحزاب، من سياسيين، من قوات حكومية، من ميليشيات تقوم باستهدافنا. لماذا يتعرض الشاب العراقي إلى كل هذه المحاربة لأنه خرج يطالب بوطن؟ طبعا استاذ، اذا هذه المظاهرات هي كانت السبب الرئيسي لكشف وفضح هؤلاء الفاسدين الذين يقودون البلاد، وهذه المظاهرات هي السبب الرئيسي لجلب قوه، هي اصلا كانت موجوده لكن في عدد قليل، لجلب قوه قتلت ارهابيين كبيرين اللي هم يعني عظمه لله، لكن كبيرين في قتلهم واجرامهم بالناس اللي هم المقبور سليماني والمقبور المهندس. نعم. والحمد لله. اي طبعا طبعا اكيد اشوفهم غاضبين، اكيد اشوفهم يعني هستيريا عندهم. وحقيقه يعني هم حاليا يعني حاليا في تشتت مستمر. نعم. انسحابات مستمره واستقالات مستمره. انتهوا اخي، انتهوا، كافي كافي. صار 13 سنه العالم 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 ملت، العالم طقت روحها. الشعب يريد يعيش سلام امان. الناس، الشعب العراقي شعب متحضر، الشعب العراقي شعب متحضر سيدي الكريم. نعم. احنا اهل الحضاره لما نقول نعم يمكن مرات شويه يصير عندنا غلو مدح انفسنا، لكن من حقنا احنا من حبنا لوطننا ممكن ان نتكلم بهذه الطريقه، لكن اللي موجودين حقيقه هم عباره عن يعني ناس سلموا العراق لناس اخرين. نعم. ويعني كل يعني ماكو اي مستحق صراحه. نعم. يعني ما اعرف يمكن تعبير مرات يعني صحيح. كلامك سليم يا عثمان، كلامك سليم وتكلم بالطريقه اللي تحبها. انا اشكرك طبعا، كنت معنا من امريكا. الشباب خرج لانه شباب العراق خرجوا لانهم يريدون وطنا، يريدون وطنا حرموا منه لمده 16 عاما، ونحن مقبلون الان على العام 17، محرومون من وطن، محرومون من حقهم في الحصول على أبسط مقومات الحياة في هذا البلد الغني، بلد الحضارات والبلد العريق، محرومون من الحصول على أبسط خيراته. يعني حقيقة قمة الظلم التي يعيشها العراقيون الآن. ومع هذا ترفض الأحزاب وترفض الميليشيات وترفض السلطات الحكومية أن يخرج المواطن ليطالب بوطن مستقل، حكومة مستقلة، وطن خالي من الميليشيات ومن الأحزاب. يعني محاربة حقيقة قمة بالخسة التي يمكن أن يشاهدها أي إنسان في العالم. هذه حقيقة الأمر في العراق الآن. الذي يعيش في العراق يعلم ويشاهد جيدا كيف تسير الأمور وما حجم الفساد وما حجم الخراب الذي يعيشه العراقيون. سيدة فاطمة من الكويت تفضلي. أهلا ويما. تفضلي يا سيدة فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يقويكم. الله ينصركم على القوم. الله ينصركم. الله يبيض وجيهكم. الله ينصركم. الله يبيض وجيهكم. الله يرحم الشهداء. نعم. الله يشفي الجرحى ويصب الأمهاتهم. ألو يما. أسمعك يا سيدة فاطمة. نعم وياك وياك. معاي؟ وياك. أقول وين الشغل عشائر راحت؟ وين؟ نعم. حرة. تنقتل حرة تنقتل. نعم. وين الشيوخ وشوالبهم عليهم ما تقعد والله يحلقونها. نعم. وين الشيوخ لا عيين بهالبرد بهالبرد بهالجوع بالشوالة. نعم. وهو بكرة يأكل أو هو عياله، مو عيب عليهم، مو عيب ونقض على شيء على لحقهم. نعم. ليه مو عيب؟ وين العشائر راحت؟ وين الرفو؟ وين صاروا؟ نعم. وين صاروا؟ وين راحوا؟ هذي لهم وحوش، هذي لهم وحوش تقتل وتذبح وتنهب وتأخذ وتمعت. حرام. نعم. حرام. وين الشغل عشان راحت؟ هل نختمهم؟ هل ماتوا؟ هل تأخذهم؟ هل تأخذهم؟ هل تأخذهم؟ هل نغتل حظهم؟ للأسف
للأسف. طيب هذا شيء أخذ بدور، وين بدوره؟ البدور اللي أخذها بالكويت وراحت هجة، بدوره كلها كانت خدم ببيوت الكويت، ولا يطلع ولا لا اسم ولا يطلع. شيخ الغزي بالناصرية يقتلون يطلعون يقتلون الشباب ويندسون بالبيوت، يعملوا عليهم. يعملوا عليهم. ألو أسمعك يا سيدة فاطمة. أنا يوم. شكرا يا أم عبد الله. شكرا يا أم عبد الله. أم فاطمة شكرا. فاطمة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك إلى قناتك الشريفة إلى كل العراق الشريف. أهلا وسهلا. أستاذ إحنا خاصة العراق والأمة العربية تحت مخطط خطير خطير من قبل أمريكا وإسرائيل وإيران، وسبب الخطر اللي موجود من في العراق هو سبب مقتدى اللي أخرج الميليشيات، وهو اللي أسس الميليشيات في العراق وخرجت من تحت عضائته. فإحنا نشوف أنه هاي يعني مقتدى يعني جاء كان يعني ساكن في قم، وهو يقوم بعملية تدمير العراق من أجل مقتل سليماني. هذا من جهة. من جهة ثانية أستاذ، هم مقسمين هاي الأحزاب. عندنا حسن نصر الله في لبنان هو يقوم بعملية المقاول لمصالح إيران في الوطن العربي، كله في سبيل تدمير العراق وتدمير الأمة العربية. وهذا ما نشوفه في الوطن العربي بالنسبة للعراق وسوريا واليمن والأمة العربية وخاصة من شمال أفريقيا. كل هذا أستاذي عندنا المبعوث الخامئني إلى سلطنة عمان، كان هذا مبعوث سري، قدم سلم ملفات بكل أسماء الحشد مالت العراق إلى أمريكا، بالإضافة إلى هذا مقابل أنه أمريكا ما تتحارش بإيران وتبقى الحكم في إيران بدون أنه تتحارش. لهذا نشوف إحنا أمريكا ما ضربت إيران بالرغم من المشاكل مالتها ضد الأمة العربية وخاصة السعودية مضبطتها وخاصة بالنسبة لليمن، وما أي محاولات ضرب إيران. ليش؟ لأنه تبادل مصالح صارت. سيدة أم عبد الله، سيدة أم عبد الله، أنا طبعا أحترم كلام حضرتك ويعني متفهم، بس شنو ربطه بموضوع الحلقة اليوم؟ يعني هو موضوع الحلقة عن المتظاهرين. أم عبد الله أنا بس أريد حتى يعني حتى حضرتك دائما، لأن حضرتك دائما تشاركين طبعا، لك كل الاحترام والتقدير والترحيب. بس سيدة أم عبد الله تتفضلين حضرتك تشاركين بموضوع الحلقة، تأخذين على إيران واليمن والسعودية، يعني مواضيع لا تهم العراقيين الآن بقدر ما تهم ثورة تشرين والتصعيد السلمي اللي دا يصير بالشارع والأرواح اللي دا تسفك. يعني أتمنى حضرتك تبقين بهذا الإطار. تفضلي. لا اسمح لي أستاذ، لأن العراقيين من ضمن المشكلة اللي غابت يقومون بعملية إبادة المتظاهرين، وهذه هي خطوتهم الأخيرة أنه القزعلي والعامري وقافة الميليشيات، أنه دائم لازم نسيطر على كل النقاط اللي موجودة في العراق حتى من أجل ضرب أو قتل المتظاهرين. فأني يعني أقول للقشامر وللذيول اللي موجودة في العراق أنه ترى السنة جايكم مثل ما كان سليماني قتل، ترى انتم هم الحشد، فديروا بالكم، جمعوا سلاحكم وصيروا مع المواطنين العراقيين من اجل التظاهر من اجل بناء الوطن وسيادته. شكرا ام عبد الله، كنت معنا من بغداد، شكرا لك للمشاركه. معنا السيد ابو محمد من نينوى، تفضل. السلام عليكم اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي العزيز احنا اليوم في وضع يعني وضع محرج. ابو محمد، للأسف فقدنا الاتصال مع سيدة محمد من نينوى. أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحقيقة موضوع الحلقة مهم جدا. وقبل ما أتداخل أريد فقط أضيف إضافة على ما تفضل به الأخ عثمان من أمريكا.
ودعوته للمتظاهرين والثوار وأن يتمسكوا بالتوحيد وبقدرة الله سبحانه وتعالى على نصرهم، وهذا لا شك فيه. نعم. ونريد أن يعني ننصح كذلك بعض المتظاهرين الذين يعني يرون بعض المشاهد المحزنة والأخوتهم الذين سقطوا، أن لا يعني يقوموا بصراحة، يقوموا بسب الإله وسب الرب بدون أن يشعر. هذا شيء غير مقبول، وهذا شيء يعني مخالف لأسباب النصر. الموضوع الحلقة أخي محمد، هذه القوات المزعومة الجيش أو الشرطة أو القوات، هي في الأصل ليس قوات مهنية. هذه أتى بها بول بريمر بزمن إبراهيم الجعفري بجرد قلم، أدخل 130 ألف ميليشياوي من إيران من المجلس الأعلى ومنظمة بدر. نعم. والضباط المنفيس هؤلاء ليس مهنيون، هؤلاء لم يقسموا على الحفاظ على شرف العراق وأمن العراق، بل هي المحافظة على ما تريده ما يريدها السادهم وخصوصا إيران. نعم. الميليشيات عبارة عن، استطيع أن نقول هي مافيا، لابد أن يطبقوا أوامر هؤلاء الموجودين الآن الذين بقوا الرؤساء، الرؤوس هربت إلى إيران وبقى بعض الذيول الذين يستلمون. أخي أنا أقسم لك بالله، وهنالك يعني أمر يعني توصلنا به من قبل بعض الشرفاء الموجودين، تعرف العراقيين فيهم الرحمة وفيهم الغيرة، فهنالك في وزارة الداخلية وحتى في الجيش، هنالك في كل دائرة وفي كل مؤسسة مستشار إيراني. هذه معروفة يعني العراقيين، ولا يستطيع أحد أن يخالفه. فالأوامر التي تأتي الآن بقتل القتل المتعمد، وهي هو أسلوب سيستمرون عليه إلى النهاية. ونحن ندين يعني نناشد المنظمات الدولية والمنظمات المحلية في وضع حد لهذا الإجرام. يعني البارحة والأمس كم قتلوا، كم سيقتلون غدا وبعد غد؟ الأمر أصبح يعني بالنسبة أمر سهل. ونحن كذلك نشد على أيدي إخواننا في ديالة. نعم. وينتبهوا جدا، لأن هنالك أخبار أنه ستكون عليهم هجمة قوية، فينتبهوا جدا. نعم. وأخيرا أقول للأخوة أخي النشطاء، يعني نحن نستغرب، وأنا سبق وأن تكلمت في هذا الموضوع، أخي لابد أن يضعوا لهم حماية، يعني أقل شيء 4 أشخاص معه يذهب إلى البيت ويرجع. يعني ما معقول يذهب وحده، لأن أخي وحده يكون لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين. نعم. فنسأل الله أن يحفظ الجميع وأنصرهم، وما النصر إلا من عند الله. شكرا جزيلا لك سيد أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأربعاء، محافظة النجف الأشرف، قطوعات وضراب عن الدوام، وباع الأبطال الثورة وباسم شهداء الثورة، ثورة أكتوبر، باقين ومنتصرين وميزنا أي واحد، والله يرحم شهدائنا اللي وقعت أمس بالبصرة وبغداد وبالمحافظات، وإن شاء الله منتصرين حين تنفيذ المطالب وإخراج الميليشيات الوقحة والفاشلة والفاسدة، ميليشيات إيران وأمريكا وإسرائيل الكل.
لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. مشاهدينا الكرام، شاهدتم في هذا المقطع كيف يتم تصويب السلاح مباشرة بهدف القتل. تصويب ليس في الهواء وإنما موجه على المتظاهرين من قبل القوات الحكومية، وهذه الشخصيات أو الأشخاص الملثمين اللي أرسلوا من الدولة لهدف قمع المظاهرات بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة. تصويب مباشر لهدف القتل، الموضوع ليس تصويبا في الهواء لهدف التخويف أو فض تجمع، الهدف قتل. أود أن أشاهد الآن مع حضراتكم نفس المقطع من جديد لتركزوا في الطريقة التي يصوب فيها من يحمل السلاح من القوات الحكومية ومن الميليشيات على المتظاهرين. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، تصويب لهدف القتل، هكذا تتعامل الحكومة أو سلطة المنطقة الخضراء مع المتظاهرين العراقيين السلميين. بهذه الطريقة يتم استهدافهم وتصويب السلاح نحو صدورهم ورؤوسهم بهذه الطريقة من قبل القوات الحكومية. علي من ميسان، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، أحب أشارك بموضوع الحلقة. تفضل، حياك الله. واني احد المتظاهرين. نعم طبعا. كل الهلا كل الهلا. جاي نشوف، اهلا بك حبيبي، جاي نشوف دم العراقي. نعم. الشعب العراقي يعني رخيص كلش بالنسبه للدوله، وهي احزاب اصلا. نعم. يعني ماكو اي تطور من 2003 لحد هسه. نعم. شنو التطور؟ شنو اللي سووا لنا اياهم؟ اي شيء ما جاي نستفاد من عندهم. احنا ليش نطلع؟ ليش نتظاهر؟ غير نريد حقنا مثل باقي الدول؟ نعم. يعني انا كشاب لا عندي مهنه، لا عندي فد عمل، لا عندي فد تعيين. نعم. لا تروح الطالب بحقك تموت، تقعد تموت من الجوع، وين تروح؟ تطلع الطالب بحقك تقتل. نعم. يعني ماكو فد حل ثاني. احنا شو نريد؟ نريد حكومه مستقله. نعم. وعبارة عن حكومتنا هاي هي مو حكومة، هي أحزاب، هي إيران جاي تتحكم فينا. نعم. وتطلع هسه بالشارع إذا تروح للمتظاهرات وترجع تنخطف أو عائلتك تنقتل. نعم. يعني لحد الآن الوضع فوضى، فوضى. أخي العزيز، إحنا شو نريد؟ نريد أي مكان من يكون، خلي يجيبوا لنا واحد من أي مكان، بس يكون هو حاكم عادل. نعم. إحنا ملينا. إذا تطلع تظاهر تنقتل، تقعد بالبيت تنظلم، يعني نشوف إن حل ماكو بأي صورة، ما لقينا حل. إحنا صار لنا 3 أشهر وما نرجع، نموت أحسن من ما يحكمونا ذولي هم الأنجاس. يعني علي طلع ولد شاب من المتظاهرين قال أنا أباوع على الدول اللي حواليا وتحسر. يعني هاي الكلمة يعني حقيقة حتى مؤذية للي يشاهدها من حجم المعاناة اللي طلعت من شاب عراقي يقول لك ما عندي 2000 دينار وأنا طالب جامعي. صحيح والله العظيم. أنا من محافظة ميسان، أنا شاركت هنا بالمتظاهرات بميسان، والنوب رحت لساحة التحرير، الله شاهد علي، أنا داينت كروة ورحت. نعم. أنا داينت كروة ورحت. بارك الله. عائلتي بدون مصرف ورحت.
يعني احنا ليش احنا غير نريد الشاب العراقي؟ هسه انت ابسط شيء، لا عندنا مدرسه، لا عندنا شارع، لا عندنا مستشفى. صحيح. قبل كم يوم اني رحت صار جرح بسيط بوجهي، نعم، رحت للمستشفى قال لي والله ما عندنا خيار، لازم تنتقل لغير مستشفى. رحت لغير مستشفى، هو يسمونه مستشفى الصدر. نعم. رحت ودزني للعمليات، قال ما عندنا خيط. يعني أفضل شيء هو الخيط شنو فيك؟ مستشفى طويلة عريضة ما بيها خيط طبي، ما بيها خيط، الله شاهد على كلامي. نعم. رحت للعمليات الكبرى، قال ما عندنا أي خيط، ماكو خيط نخيط بي. قلت له سوين أروح؟ قال ما عاد وين أروح. وهل هذا منطق أنه العراقي يعيش ببلد غني ومستشفياتنا قطاعنا الصحي بهالبؤس والرداءة؟ والله أسوأ. أنت المستشفى إذا طفها تشوف يعني تدريحة كريهة بها، ما تنطاف ولا تؤمد. وتعاملهم قبل فترة أنا عند والدي عنده عملية، الدكتور فحصه وراح، ورا ساعتين ندور على الدكتور إلا هو اللي يشوف التقرير مالته، إلا تشوف التحليل العقلي. ورا ساعتين والله الدكتور طالع يتغدى برا ويفطر برا واحنا ضالين. علي انت شفت قبل شوي عرضنا المقطع، شلون دا تصوب هاي القوات الحكومية السلاح بشكل افقي، هدف قتل، يعني تصويب مباشر على المتظاهرين، مو بالجودة يضرب حتى يخوف الناس. يعني ذولا اللي ماخذين هاي الاوامر، يعني قال اياد علاوي طلع قال يابا ترى الاوامر، أوامر قتل المتظاهرين ده تصدر من مكتب عادل عبد المهدي شخصيا. طيب إذا رأس السلطة هو اللي يؤمر بالقتل، إيش ممكن واحد يترجى من هاي الأحزاب؟ ما نترجى من عندهم أي شيء، لأن هم كلهم مشتركين بهاي الجريمة. هو اللي يبوق ويسلب وحقي وحق المواطن العراقي. نعم. هو بعد شنو يعني تترجى من عنده؟ أنا بعيني هاي أنا شفته، أنا شلت أصدقائي اللي هم سبعة، ولا صديقه ويا سبعة جلتهم أنا بإيدي للمستشفى وكلهم استشهدوا. ما حد قال لي ولا حد شيء، وأنا واقف يومهم وأنا شاهد عليه. هذا الله شاهد عليه، خاف تقول كلام مزيف أو فتشي. والله العظيم أكثر من 11 واحد استشهدوا قدامي، وبالمئة وخمسين يعني تصور ومصابته مو برجله او بايده او هاي طول فتره الثلاث اشهر يا علي، طول فتره الاكثر لا. لا هاي يوم 25 من الساعه 3 انا وصلت الساعه 3، انا بقعد بالموبايل اصور الساعه 3 لحد الساعه 5. 11 شهيد من نيسان 11 او 7. لا اله الا الله. و 150 تقريبا انا واقف بالباب مال المستشفى. نعم وانا شاهدهم بعيني، لا حد قال لي ولا شفت تصوير ولا شفت اي شيء. وبغداد بساحه التحرير على جسر الجمهوريه انا شفت بعيني همين شلون هسه هذا يرمي يرمي عن تظاهرين، بس ذاك يرمي رصاص حي، هذا يجوز يرمي دخانيات، لا ذاك يرمي رصاص حي. علي كل اللي دتسووه ما يروح هباء منثور، موجود وله اثر على القاع، واكو تفاعل. ومحافظه ديالى الان بالجديد دخلت على خط التظاهرات والتصعيد السلمي بالجديد، ووقعوا منهم شهداء ووقعوا منهم جرحى واعتقالات دا تصير. كل اللي دا تسووه إلى ثمن، إلى نتيجة. يعني هاي رسالة للجميع، أنه الإصرار والصمود اللي تعلمناه من شباب ثورة تشرين، يعني هو الدافع إن شاء الله في بناء هذا الوطن وفي تخليصه من الفاسدين ومن المجرمين. شكرا لك يا علي، كنت معنا من الميساء، أشكرك. معنا أبو عبد الله من بلجيكا، تفضل أبو عبد الله. موجود أبو عبد الله؟ طيب فقدنا الاتصال. أود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام استمرار المتظاهرين في محافظة ذي قار بإغلاق الطريق الدولي المار بمدينة الناصرية، طبعا دعما لثورة تشرين ومطالبتها بإسقاط النظام. مقطع مصور يظهر توقف حركة السير في الطريق الدولي، ويؤكد المتظاهرون أن الإغلاق شمل فقط البضائع وناقلات النفط، بينما سمح لناقلات الخضار والأدوية بالمرور، مشيرين إلى تمسك المتظاهرين بسلميتهم. خلينا نشوف هذا المقطع.
كل السيارات المدنية قاعد تعبر، حالات الطارئة، الجنايز، التريلات اللي محملة خضرة ومواد غذائية وأدوية، هاي قبالكم كلها قاعد تعبر. القطع يشمل بس البضائع اللي طالعة من الميناء وناقلات النفط. كل السيارات المدنية قاعد تعبر، حالات الطارئة، الجنايز، التريلات اللي محملة خضرة ومواد غذائية وأدوية، هاي قبالكم كلها قاعد تعبر. القطع يشمل بس البضائع اللي طالعة من الميناء وناقلات النفط. طبعا استمعتم مشاهدينا الكرام إلى كلام الشخص الذي يقوم بتصوير المشهد في محافظة ذي قار. قطع الطريق على ناقلات النفط وعلى الناقلات أو الشاحنات التي تقوم بنقل البضائع من الميناء وتدخلها إلى المحافظات. هناك يعني الفكرة واضحة للجميع الآن أن ما يقوم به المتظاهرون الآن هي محاولة وتصعيد سلمي طبعا لشل حركة هذه الدولة ومنع الاستفادة المادية من العودة إلى هذه الأحزاب وإلى جيوبهم. ناقلات النفط يعني استمرار ضخ الأموال في جسد هذه الحكومة الآيلة للسقوط قريبا، والسماح بإدخال البضائع من المنافذ الحدودية أو من الموانئ إلى داخل العراق والخروج منه هي أيضا السماح باستمرار حياة هؤلاء، أقصد السياسيين وأقصد الأحزاب والميليشيات، لأنهم يعتمدون بعد أن دمروا كل شيء في العراق يعتمدون على موارد النفط والبضائع التي تخرج وتدخل من العراق من وإلى العراق. معنا السيدة أم أحمد من بغداد، تفضلي. أم أحمد، سيدة أم أحمد من بغداد، هل تسمعينني؟ أي نعم. تفضلي أنت على الهواء مباشرة يا أم أحمد، تفضلي. أخويا يعني ترضاها هيك دي يسوون في شبابنا، أمي التيمين أولادنا، يعني الله ما يقبل. البارحة بالدورة يعني حرقوها للدنيا حرق الميليشيات. نعم. زين وأذونا والله العظيم، هاي شبابنا الحلوة، هاي كل واحد إيش قدوته 14 سنة و15 و16 كلهم دي يتأذون على يا أساس، يعني ماكو أحد ينقذهم، ماكو شلون يا الله هيك دي يصير بيهم. نعم نعم يا أم محمد، والله العظيم يعني ما يصير شبابنا هيك دا يصير بيها، والله العظيم يعني حنتخبر صار كم شهر احنا هيك، يعني ما يصير الطرق اذا الجو شويه دخان يجون يضربون بالرصاص. لا اله الا الله. زين والله العظيم تعال شوف الشهداء، الناس راحت قاموا يتختلون بالبيوت البارحه، والله بالبيوت قاموا يركضون والشغب وراهم يركضون يضربوهم طلقات، هاي والله. نعم. زين والناس كلها راحت وتعذبت وحل ماكو، والبرلمان غالق الدنيا كلها ورايح وهاي في الاول والتالي، وشبابنا كلها ماتت بالمستشفيات بالخطر. زين؟ نعم. ما يصير هاي الوضعيه هيك، ما يصير، لازم حل العراق يلقون. الى متى احنا هيك؟ الى متى؟ برايك شنو الحل يا ام احمد؟ والله الحل خلي يقومون يخلون يعني رئيس حكومة زينة تطيح الشعب، هو الشعب ايش رايد من عندهم؟ ايش رايد؟ انت تريدين اللي يخلون الرئيس هم نفسهم ذول الموجودين؟ لا لا ما حد، لا لا احنا الشعب يخلي الرئيس، الشعب. نعم. بس الشعب ما يريد الاحزاب. نعم. كلهم يعني كلهم مو خوش ناس، حرامية ما نريدهم. نعم. الريد يعني الشعب يختار الحكومة. وضحت أم أحمد، أنا أشكرك كنت معنا من بغداد، شكرا لك. هذا ما يريده العراقيون مشاهدينا الكرام، حكومة عادلة مثل ما قال السيد علي من ميسان، نريد حكومة عادلة، حاكم عادل يدير شؤون البلد، يدير شؤون العراق، شؤون أبنائه المواطنين بشكل صحيح، بشكل عادل، بشكل مستقل، بعيد عن التوجيهات، بعيد عن الانتماءات الخارجية، بعيد عن أن يقاد من أي دولة
قريبة أو بعيدة من وإلى العراق. المشكلة الآن في العراق أن من يحكم الآن أو من موجود تحت إطار حكم العراق هم ينتمون إلى أجندات وجهات خارجية هي التي تحركهم وهي التي تقوم بإدارتهم وتوجيههم وأمرهم في فعل ما يفعلون بالعراقيين الآن. هل يعقل أن العراق هذا البلد بهذه الثروات ليس لديه مصدر دخل سوى النفط، يعتمد فقط على النفط، ليست فيه مستشفيات حكومية تقوم على رعاية والاهتمام بصحة المرضى، لا توجد مدارس في العراق، امتلأت المعتقلات والسجون السرية والعلنية بالأبرياء والمعتقلين الذين تم إخفاؤهم بدون أي وجه حق وبدون ذنب وبلا حتى طرق قانونية بشكل عشوائي وبشكل همجي. هل يعقل أن العراق فيه أكثر من 5 ملايين أرملة وطفل يتيم ومستوى الفقر وفق صندوق النقد الدولي الذي نظر أو قيم الوضع في العراق وفق الأرقام الحكومية أنه أعلى من 35% عراقيين تحت خط الفقر؟ أكثر من 1,000 مليار دولار تم إخفائها وسرقتها وتضييعها من العراق. يعني هل يمكن للعراقيين أن يصبروا ويتحملوا سلطة بمجموعة أحزاب بحكومات مختلفة أدارت البلد وقادته إلى الهاوية، أن يصبروا ويستحملوهم أكثر لكي يستمروا بالحكم؟ يعني مستحيل وغير منطقي أن يحصل هذا الشيء. السيد سعد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أقول يا اللي أعرف يلي أنتم مخلين سفراتكم لين الحين في هذه الدولة مع هذه العصابة المجرمة، أنه الصراحة يا أخي العراقيين قاعدين يدافعون ما هو عن بلدهم، يدافعون عن الوطن العربي بكله، يدافعون عن الإسلام بكبره. يعني لهذه الدرجة وصلت الخيانات في الدول هذه، والله شيء لا يعقل. لا، وأنا عندي اقتراح أنه الأخ الفلاحي هذاك اللي يطلع عندكم في القناة يرشح رئيس وزراء، إنسان فاهم، وفي كذا واحد من اللي يطلعون عندكم لو الفترة المؤقتة 6 شهور إن شاء الله، وبعدها الشعب يختار اللي يختاره. والله الإنسان هذا ما شاء الله محترم، فاهم في السياسة وفاهم في كل شيء من ناحية السياسة الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، شكرا لك يا سعد، كنت معنا من السعودية. طبعا مشاهدينا نؤكد أن الناشطين في التظاهرات في محافظة ديالى تحديدا أكدوا استمرارهم على التظاهر وقطع الطرق الرئيسة في محافظة ديالى رفضا لمحاولات الأحزاب السياسية والميليشيات الالتفاف على مطالب ثورة تشرين. طبعا هناك مقاطع أيضا بثها ناشطون في محافظة ديالى تطالب بإسقاط النظام السياسي وأحزاب السلطة، وأكد المتظاهرون عزمهم على الاستمرار في إغلاق الطرقات وشر حركة السير في البلاد حتى تحقيق جميع الأهداف التي خرجوا من أجلها في ثورة تشرين. نقول هذا الكلام لأن محافظة ديالى دخلت على خط التظاهرات وبقوة الآن، وتشارك بتفاعل كبير جدا وتأييد واسع جدا ودعم للتصعيد السلمي، ودعم كذلك لمهلة الوطن التي انتهت بعد أن أعطاها العراقيون إلى العملية السياسية، وبدأوا الآن في قطع الطرقات. لكن يواجه العراقيون المتظاهرون في محافظة ديالى بقمع شديد في ظل سيطرة أجهزة ميليشياوية وأجهزة سلطة تابعة لأحزاب في محافظة ديالى تقوم على قتلهم وخطفهم، وهناك شهداء وجرحى سقطوا في محافظة ديالى في سبيل الحصول على وطن بطريقة سلمية. أبو محمد من نينوى، تفضل. أبو محمد من نينوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخوي عزيز؟ حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو محمد. قد نتصل مع السيد أبو محمد. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. والخزي وحي المتظاهرين اللي مؤيدين للثورة ومنتصرين إن شاء الله بإذن الله، والخزي والعار لأهل العمام اللي قاعدين بقم ويصرحون تصريحات خطيرة لهذا البلد.
بالنسبة للمتظاهرين، المتظاهرين طلعوا لأنهم مسلوبين الحرية، مسلوبين كل شيء من كل شيء، عندهم شهادات وعندهم هاي، وهم ما محصلين كل شيء من هذا البلد. نعم. اللي غزا هذا البلد هم إيران وأمريكا وإسرائيل، اللي غزوا هذا البلد واستفادوا من ثرواته واستفادوا وهجموا هذا البلد، كتلوا الشباب وكتلوا شيوخه. الى متى يبقى الشباب في الشارع؟ احنا نريد ناس تحمي هذه الشباب من حلوه اللي دا تموت. نريد ناس تحميهم هذول الشباب. نعم. على الاقل يحموهم. هم متظاهرين طالعين يطالبون مو لنفسهم بس، يطالبون للشعب كله. المفروض الشعب كله يلتم دائره، والشعب كله يحميه، ونطلب من الامم المتحده، ونطلب حتى من امريكا، حتى امريكا اللي جارت ايران هالبلوه السوداء علينا، اريدها تخلصنا من هذه، من هذا العار اللي جابته علينا، عار وجابوا عار ويانا. يعني شلون الى متى يبقى العراق مهدوم الى هالوقت هذا؟ نعم. الى متى شبابنا يروح؟ شكرا يا ام ازهار. ام ازهار شكرا لك، شكرا لك، معذره منك، الوقت انتهى. ابو محمد من نينوى رجل يعاود الاتصال في دقيقه واحده. يا ابو محمد تفضل. السلام عليكم اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي العزيز، احنا اليوم العراق في وضع محرج. نعم. طلعت اختنا او امنا ام عبد الله من قبل شويه تناش بشيوخ العشائر. نعم. شيوخ العشائر باعت حتى عبيها، مع احترامات لك اخوي العزيز. مو كل اظن شيوخ عشائر مع احترامات للطيبين والشرفاء والوطنيين. نعم. يوم تطلع حرة عراقية تناشد الشيوخ، وين الشيوخ؟ نعم. وين الشيوخ تسند الشعب هذا؟ المواطن العراقي يعني قاعد يكتب بالشارع عديد من الاشياء الإجرامية. نعم. اليوم الشعب العراقي بشتى الدول، يعني مايوم كل الدول. الآن مواطن العراقي هذا البلد وخارج البلد كل البلدان. نعم. العالم. أبو محمد، أنا أشكرك وأعتذر منك، الوقت انتهى. شكرا لك، وفهمنا الرسالة وفهمنا الفكرة اللي حضرتك تطرحها. أبو محمد بن نينوى وأشكرك. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا اليوم. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.